حقيقة زواج أصالة من طبيب تجميلها فادي نصر، هل تفعلها فعلا؟ انتشرت خلال الفترة الماضية شائعة زواج المطربة السورية أصالة من خبير التجميل فادي نصر، وزاد من انتشار الشائعة التزام الطرفين الصمت حتى خرج دكتور التجميل فادي نصر ليكشف حقيقة الأخبار التي انتشرت في الفترة الأخيرة حول ارتباطه بالفنانة السورية أصالة نصري بعد تداول رواد السوشيال ميديا صورا مثيرة للجدل بينهما عقب انفصال المطربة السورية عن زوجها المصري المخرج طارق العريان. وقال دكتور تجميل فادي نصر إن ما نشر حول حقيقة ارتباطه بالفنانة أصالة هي شائعة، لافتا إلى أنه متزوج ولديه أولاد. وأضاف فادي أن هناك بعض الأشخاص تصطاد في الماء العكر ويريدون الحديث في أي شيء. وأشار دكتور تجميل فادي نصر إلى أنه تواصل مع الفنانة أصالة بعد انتشار الشائعة وقال لها تعالي نتجوز بقى ولازم نخلص الموضوع ده ويكون حقيقي بعد الشائعة. وأوضح أن الصورة التي انتشرت لهما على السوشيال ميديا كانت بعد إجراء عملية لها، لافتا إلى أن أصالة من الشخصيات الجميلة والعفوية. وكانت أصالة نصري والطبيب فادي نصر قد ظهرا في الفيديو المتداول تخبر الأولى الجمهور بأنها الآن موجودة في عيادة طبيب التجميل الخاص بها، وأنه منعها من السفر إلى كوريا الجنوبية من أجل الخضوع إلى عملية تجميل في الذقن. واستعرضت أصالة نصري اللمسات التي أحدثها الطبيب فادي نصر على وجهها وكيف عدل شكل ذقنها الذي كانت ترغب في تغييره بنسبة كبيرة جدا قد تصل إلى 75%. كما ظهر في بداية الفيديو تصريح أصالة برغبتها في السفر إلى كوريا الجنوبية من أجل تغيير شكل ذقنها الذي يسبب لها مشاكل في التصوير وترغب في تعديله. وكانت أصالة نصري خطفت الأنظار مؤخرا بشكل وجهها المحدد الذي زاد جمالا وشبابا، موضحة من جهتها أن سر جمالها في الفترة الأخيرة يعود إلى خسارتها لسبعة كيلوغرامات من وزنها دفعة واحدة. يذكر أن أصالة نصري أعلنت انفصالها رسميا عن زوجها المخرج طارق العريان في بداية شهر يناير 2020 رافضة الكشف عن أسباب الطلاق، وكتبت عبر حسابها على الانستجرام صباح الخير، بمنتهى الأسف والحزن أعلن انفصالي نهائيا عن والد أبنائي آدم وعلي، وأتمنى على الجميع عدم الدخول في التفاصيل حرصا على مشاعري التي هلكت ومشاعر أولادي، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤولياتي تجاه أبنائي، ولن يثنيني هم على إتمام عملي بالشكل المشرف، ولطالما قلوبكم الطيبة معي ودعمكم الذي أحتاجه جدا. سأبقى دائما أصالة المخلصة لعائلتها الكبيرة والصغيرة ولعملي كل جهدي بأن يوازي طموحكم بي، هذا قدر من رب العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه.